التعاونية هي تعتبر من أكبر، هي مشروع ملكي سامي، تعتبر من أكبر التعاونيات في الجهات الثلاثة. الاختصاص ديالها هو الذروة والحميص والخليع والتشطار. طبعا هذه تقاليد صحراوية نحن عملنا عليها ما يقارب 11 سنة من أجل الحفاظ على هذا التقليد الصحراوي القح. نحن كان عدلوا لودك، أولا لودك عنده العديد من المنافع، وبالدرجة الأولى المفاصل والجهاز التنفسي. ثانيا الخليع هو اللحم مجفف طبيعي خالي من جميع المعطرات والملثمات، وهو زين للإنسان عنده مناعة أو عنده الكوليسترول. الحميص هو الذروة، ولكن الذروة باش تذوبها خاصك تقطعوا على هذا الشكل مربعات. منين كان ذوبوا الذروة كان انترو لودك وكيبقى الحميص. الحميص منافعه عديدة جدا، منها اللي عنده الشهية ما قصر، والله اللي عنده الكوليسترول ما كيوكل اللحم، يديروا في طاجين، يديروا في خضراء، يديروا في لوبيا، في عدس، في صوبة. التشطار هو اللحم مجفف، هو اللحم مجفف المكونات، هو غير اللحم مجفف، ومنه هو كنديروا احنا الخليع. غير الى شتنت الخليع مع لودك، راه لودك الذروه هي اللي كتستغنينا عن هذيك المحفظات، هي في نفس الوقت هي اللي كتحفظ هذاك الخليع. لا نحن عندنا الابل، لا نحن عندنا الابل، لانه معنا في التعاونيه القزارين، معنا دايرين واحد الاتفاقيه مع جمعيه القزارين بجهه العيون الساقيه الحمراء، وعندنا امورنا مكتفين بها. لا حقيقه عنه حقيقه بالنسبه لتربيه الابل هذه 5 سنوات للجفاف، كنضطروا نمشوا لجهه الداخله الاوسر العرقوب تشكد باش نجيبوا، لانه نحن ما كنخدموش بالابل اللي في الحواش اللي كتعلف. لا حقيقة عنه حقيقة عنه كيتمشى، لأنه الناس تعرفوا، لأن هذه المرة الخامسة اللي كان جو هون لجهة سوس ماسة، والناس كتعرفوا وكيجونا من جميع المناطق ديال المملكة المغربية. بالنسبة للأثمنة نحن باش كنبيعوا في جهة العيون الساقية الحمراء كنبيعوا في المعرض، ما كنزيدوا ولا درهم واحد. وبالنسبة نحن دايرين كنتعاونوا الناس اللي ما يعرفوا، دايرين 100 درهم 250 غرام. مع العلم انه شوي غالي، البرودوي غالي. وطبعا المعرض كيعطينا واحد الفرصه ديال 96% حقيقه. المعرض دائما احنا هو المتنفس الوحيد عندنا، وهو العلامه الاولى للتسويق. لا حاليا عندنا التسويق غير داخلي وطني، ولكن رانا كنخدموا على اساس انه ان شاء الله بمساعدة المديرية الجهوية للعيون الساقية الحمراء باش نعودوا نصدروه للخارج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.